مسرح نهائي المونديال والأيقونة المستقبلية ذات التصميم الذي يتسم بالجرأة والحداثة. استاد لوسيل يعتبر من أكبر ملاعب كأس العالم 2022 وأكثرها استضافة للمباريات، فقد تم تشييده ليتسع لثمانين ألف متفرج. يقع الاستاد ضمن المخطط الرئيسي لمدينة لوسيل على بعد 15 كيلو متر شمالي العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر أن يستضيف الاستاد مباراة الافتتاح والاختتام لنهائيات مونديال 2022، كما سيشهد أيضاً 6 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات من الأدوار الإقصائية، من بينها 1 مبارتي الدور النصف نهائي. استاد لوسيل هندسة معمارية قائمة على عراقة الماضي، فقد استوحي التصميم من تداخل الضوء والظل والذي يميز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس، ويعكس هيكله وواجهته النقوش ذات التفاصيل الدقيقة التي تزين الأوعية وأدوات الطعام والقطع الفنية، والتي تميزت بها منطقة الوطن العربي خلال نهوض الحضارة الإسلامية فيها. لذلك يعتبر استاد لوسيل تجسيداً حياً لشغف قطر بمشاركة ثقافتها للعالم أجمع. استمتع بقيادة شيري أريزو 6 برو الجديدة كلياً، المزودة بمحرك 1.5 لتر تيربو. تفضل بزيارة النخبة موتورز في طريق سلوى اليوم لتجربة قيادتها. شيري فن تو درايف. وعلى غرار الملاعب الأخرى، جرى تعميم تقنية التحكم بدرجات الحرارة في الملعب باستخدام الطاقة الشمسية والتي لها بصمة صفر الكربون، وذلك من الستائر الموجودة فوق الملعب. وتقديراً لالتزام قطر بمعايير المحافظة على البيئة، فقد منحتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة فئة الخمس نجوم للتصميم والبناء. ومن هذا المنطلق سيحول استاد لوسيل إلى وجهة مجتمعية وعيادات صحية لتتلائم مع متطلبات المجتمع بعد انتهاء المونديال. تصميم فريد يعكس طابع المدينة التي شيدت على أحدث طراز، ويرمز في الوقت ذاته إلى ثراء وعراقة ماضي البلاد والمنطقة.